إرهام خالد حسين. إرهام خالد حسين إشكال. ده إشكال في تنفيذ مراقبة حتمية. قضية كانت واخدة نفذت حكم في قضية سرقة بالإكراه، مظبوط؟ أه نفذت الحبس مع الرئيس. لا كانت واخدة 5 سنين. أه مع الرئيس. 5 سنين سجن مشدد. تمام؟ تمام يا رئيس. طيب هي نفذت من مدة المراقبة الحتمية دي قد إيه؟ 5 سنين. دي مدة العقوبة 5 سنين. تمام. وهي إيه بقى مدة عقوبة مساوية لمدة عقوبة الحبس اللي هي المراقبة الحتمية؟ سنتين ونص. قضيتي فيها قضيتي كام سنة بقى في المراقبة الحتمية؟ بتروح المراقبة من 2009 وباتي للصبح. سنتين ونص؟ معالي الرئيس هي ايه؟ معالي الرئيس نفذت 2019 لكن كنت بتروح تختمي كل يوم الدفتر بتاعك. فين بقى الشهادة اللي تفيد الكلام ده؟ معالي الرئيس نلتمس من الهيئة المعترف باستخراج شهادة من سجل المراقبين. اكتب ايه؟ بوحدة مباحث قسم الطلبية. قسم شرطة طلبية. عشان بداية المراقبة الشرطية الحتمية. الحتمية سيبك من الشرطية دي خالص، أنا بتكلم في المراقبة الحتمية المادة 28. تمام معالي الرئيس. تمام. هي ملتزمة في المراقبة ولا ملتزمة لا؟ ملتزمة معالي الرئيس. عشان نشوف هي يعني جديرة بوقف ال تمام معالي الرئيس. كما المراقبة والاكتفاء بالمدة ولا غير كده؟ المطبقة على المستشكلة وسلوكها أثناء تنفيذها. اكتب يا ابني الكلام ده كله. كما طلب الحاضر التصريع باستخراج إفادة من تنفيذ الجنايات بنيابة جنوب الجيزة الكلية بشأن تاريخ الإفراج الشرطي عن المستشكلة وصحة إفراجها من واقع نموذج الحبس المرفق بالجناية. جلسة 17 المستندات وصرحت ماشي تمام. شرف تقديم حبسة مستندات معلومات. مش هي ولاد ابنها مع الرئيس، هي تعول ابنها وأسرتها مع الرئيس.